بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسعد الحضور، نرحب بكم في إحدى أمسيات ندوات أكاديمية نسيج العلمية عبر الإنترنت، والتي نتناول فيها في هذه الأمسية موضوع تقنيات الناشئة وتطبيقاتها في التعليم، باعتبار أن هذه التقنيات تمثل نقلة نوعية في مجال التعليم على مستوى العالم، ومجالا متعدد الأبعاد وواسع التأثيرات على منظومة التعليم في الدول العربية والغربية على حد سواء. إلا أن هذه التقنيات تحتاج منا خاصة في عالمنا العربي إلى تعاطي جد معمق حتى تتجاوز مجرد نقل تقنيات إلى توظيف هذه التقنيات بشكل فعال ومثمر. نستضيف الحديث عن هذا الموضوع المهندس أسامة البيك، مدير تجربة العميل قطاع التعليم بشركة نسيج، والمشرف على تنفيذ مبادرة نسيج للتوسع الاستراتيجي في قطاع التعليم، كما نتولى مراقبة التقدم المحرز في الخطط المرسومة في هذا الصدد، والقيام بالتواصل والتنسيق والمواءمة بين فرق التسويق والأعمال والعمليات بما يضمن نجاح استراتيجية التوسع هذه. والمهندس أسامة البيك خرج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية في عام 1995، وحاصل على بكالوريوس هندسة الحاسوب، ثم بدأ حياته المهنية عام 1996 مع نسيج أيضا كمهندس برمجيات، ثم عمل في مكتبة الملك فهد الوطنية كمستشار لنظام المكتبات، ثم عمل في شركتين متخصصتين في تقنيات التعليم وحلول تطبيقات الأعمال كمدير الخدمات المهنية ومدير للتطوير، ثم عاد إلى بيته مرة أخرى نسيج محملا بهذا الزخم من الخبرات والمعارف ليعاود العمل اعتبارا من عام 2009 وحتى الآن. يمتلك المهندس أسامة خبرة تتجاوز الربع قرن في مجال تقنيات المعلومات والحلول البرمجية لقطاع التعليم، علاوة على معرفة استشارية وعملية في تطبيق التقنيات المختلفة كالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والإنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة والواقع الافتراضي والواقع المعزز والكثير الكثير من الاتجاهات الحديثة في التقنيات، مع خبرة في كيفية توظيفها بشكل عملي. يتناول المهندس أسامة في هذه الندوة عدد من المحاور، لعل من أبرزها وسوف يتناول شرحها تفصيلا التعريف بالتقنيات الناشئة واستعراض تأثيرات اتجاهات التكنولوجيا على التعليم العالي، ثم يقدم عدد من التوصيات يفيد منها مدراء التقنيات وكل من يتولى قيادة مؤسسات التعليم العالي في عالمنا العربي حول كيفية الاستفادة من التقنيات الناشئة للمساعدة في تحقيق أهداف المؤسسات ومواجهة التحديات التي تواجهها واغتنام الفرص التي تحيا، ثم يختتم بعرض لمناهل الفرص التي يمكن من خلالها الاستفادة من التقنيات الناشئة لدعم الابتكار في العملية التعليمية. وننوه في بداية هذه الندوة إلى أن كل من سيحضر هذه الندوة سوف يحصل على شهادة معتمدة، وذلك تجنبا للتساؤل حول هذا الموضوع خلال هذه الندوة، كما ننوه على أن التساؤلات والاستفسارات التي سوف تجول في أذهان الحضور سوف يتم الإجابة عنها بنهاية العرض من خلال كتابتها كتابة في صندوق الأسئلة والاستفسارات. وأدعو الآن سعادة المهندس أسامة البيك لبدء ندوته، مؤملا أن تفيد منها شريحة عريضة من الحضور وتثير أيضا تساؤلات لدى كل من حضر، فليتفضل أسامة البيك. فضل مهندس أسامة. بارك الله فيك دكتور عبد الله، وفي ابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر أكاديمية نسيج ممثلة بسعادة البروفيسور الدكتور عبد الله متولي والأستاذ سعيد علي على ما يعني يقومون به من جهد وإثراء لل يعني الفكر والمعرفة في قطاع التعليم والمكتبات، وجهد حقيقة ملموس. تابعت أنا معظم المحاضرات التي يعني أو الندوات التي تقومون يعني بتنظيمها،
وهي يعني تصب إن صبت فإنما تصب إن شاء الله في تنمية قطاعي التعليم والمكتبات في العالم العربي. وأشكر كل من حضر يعني سجل وحضر، وكل من سجل ولم يحضر أيضا، وأرجو أن تكون هذه الندوة يعني في هذه الليلة ذات فائدة في موضوع الندوة، وهي التقنيات الناشئة وتطبيقاتها في التعليم. بعجالة، يعني محتوى أو يعني ما سنقوم بتقديمه هذه الليلة، حنبدأ في بعض ماهية التقنيات الناشئة، ومن يحدد ما هي التقنيات الناشئة ومن يتكلم عنها، ثم سأعرج على ربط يعني بسيط بين موضوع التقنيات الناشئة وموضوع التحول الرقمي الذي كنت قد قدمت ندوة فيه قبل شهر من الآن. ثم سأعرج على تطبيقات بعض هذه التقنيات الناشئة في التعليم، ومنها البلوك تشين وتطبيقات الذكاء الصناعي. ثم أعرج على تطبيقات الواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد في التعليم. وننهي إن شاء الله ببعض الأسئلة والاستفسارات ونناقش أفكار من قبل الأخوة الحاضرين. فنبدأ بسم الله. موضوع التقنيات الناشئة، حقيقة قبل التعريف، كنت أنا منذ حوالي شهر قدمت ندوة كان عنوانها التحول الرقمي في قطاع التعليم أو في قطاع التعليم العالي. والتحول الرقمي بتعريفه كعملية ابتكار تطبيقات أعمال جديدة تدمج جميع البيانات المرقمنة والعمليات الرقمية في المؤسسات الأكاديمية، كان لابد من أن تشمل فيها ما يسمى بالتقنيات الناشئة. فعملية التحول الرقمي كاستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي لا تكتمل بدون تبني بعض التقنيات الناشئة ليتم الاستفادة القصوى من عمليات التحول الرقمي وتقديم نماذج أعمال والاستفادة الأكبر من ما يقومون به من استثمار في مجال التقنية أو التكنولوجيا. فلذلك الموضوعان مترابطان. ولهذا أحببت أن أقول أن التقنيات الناشئة في التعليم أو في أي مؤسسة حقيقة هي جزء أصيل من استراتيجية التحول الرقمي، أو تبني التقنيات الناشئة جزء أصيل من استراتيجية التحول الرقمي في هذه المؤسسات. نعرف التقنيات الناشئة بشكل موجز، وهذا التعريف أخذته من ويكيبيديا. جميعنا يعلم أن التقنيات الناشئة هي التقنيات الحديثة، يعني أنه هي تقنيات لا زال تطويرها أو تطبيقاتها العملية أو كليهما غير محقق إلى حد كبير، بمعنى أنه معظم هذه التقنيات حديثة يقام عليها أبحاث وتجارب للتطبيق، ويعني بطبيعتها يعني تصل إلى مرحلة النضج بعد عدة سنوات. فهذا هو التعريف بحرفيته، أن التقنيات الناشئة هي تقنيات لا يزال تطويرها وتطبيقاتها العملية أو كليهما غير محقق إلى حد كبير، بحيث تظهر مجازيا في مكانة بارزة من خلفية عدم الوجود أو الغموض. وهذا ترجمة أيضا للتعريف باللغة الإنجليزية. فهذه هي تعريف التقنيات الناشئة. وبعضنا أو معظمنا يسمع بأن كلمة التقنيات الناشئة مرتبطة أيضا ب مصطلح آخر Emerging Technologies، مرتبطة بمصطلح آخر ألا وهو مصطلح Disruptive Technologies. Disruptive معنى أنه مزعزعة، أي تغير واقع الحال. ليس كل التقنيات الناشئة مزعزعة، ولكن معظمها مزعزعة لواقع الحال. مثلا تقنية الحوسبة السحابية اضطرت المؤسسات إلى أن تنقل
ما يسمى بقوة الحوسبة من مراكز بياناتها من داتا سنتر في مؤسسات إلى السحابة، إلى موفر خدمة موجود يخدم هذه القطاعات بقوة حوسبية كمبيوتنج باور، وقوة أيضا تخزينية ستورج باور وخلافه. فهذا تغيير، هذا أدى إلى تغيير في عمليات بعض يعني تقنية المعلومات ومسؤولين عن تقنية المعلومات في هذه المؤسسات. فالتقنيات الناشئة نعود هي تسمى في بعض الأحيان التقنيات المزعزعة أيضا، حبيت أنا أعرج على هذا المصطلح التقنيات المزعزعة. ما لا أعلم إن كنتم تعرفون غارتنر. غارتنر هي مؤسسة معنية أو مؤسسة استشارية معنية بدراسات وبحوث في قطاع المعلومات وفي تكنولوجيا وتقنية المعلومات. غارتنر سنويا تصدر ما يسمى بمنحنى غارتنر أو غارتنر هايب. وغارتنر هايب هو يعني أداة في غارتنر ل يعني تعريف الجمهور ب دورة حياة التقنية أو التكنولوجيا. ففي غارتنر يصدر عدة يعني منحنيات للتقنيات، منها منحنى التقنيات الناشئة. وفي عام 2021 أصدر غارتنر منحنى التقنيات الناشئة الذي يظهر أمامنا. وكما ترون غارتنر لا يعرض جميع التقنيات الناشئة، ولكن يعرض أهم التقنيات الناشئة التي لها يعني صدى في عالم التقنية، ويعني يصنفها بمراحل المنحنى من بداية الابتكار إلى بداية أو إلى وصول إلى أعلى قمة المنحنى، اللي هي بيكون التوقعات أو يعني ما يؤمل من هذه التقنيات يكون في أعلى مستوياته، ثم ينزل المنحنى إلى يعني المرحلة الثالثة من تطوير التقنيات اللي يسموها إنه thought of disillusion، إنه يتم يعني إزالة جميع الخيالات اللي لا يمكن تحقيقها بهذه التقنيات، إلى أن تصل إلى مرحلة هذه التقنية، إلى مرحلة ما يسمى منصة الإنتاج، يعني يكون وهذه المراحل وهذه مقسمة إلى سنوات، من سنتين إلى 5 سنوات أو من سنتين وأقل لمرحلة الابتكار، 2 إلى 5 سنوات لمرحلة إزالة الأوهام، في آسف 2 إلى 5 سنوات إلى زيادة أو التوقعات، ثم إزالة الأوهام، ثم خلافه. وكل واحدة من هذه التقنيات زي ما احنا شايفين في تقنيات كثيرة، وحتى التي يعني اختارها غارتنر لوضعها في لها يعني صلة في متى ستصل إلى هذه المراحل. فمثلا نجد في هذا المنحنى تقنية اسمها Digital Humans، أو تقنية اسمها Digital Humans، البشر الرقميين. البشر الرقميين يحتاج إلى أن يعني تصل إلى البلاتو أوف برودكتيفيتي أكثر من 10 سنوات، ما زالت في بدايتها. تقنيات أخرى قد تكون أسرع، مثل تقنية ريل تايم إنسيدنت سنتر أز أ سيرفيس، يعني إنسيدنت سنترز اللي هي مراكز الحوادث. فمراكز الحوادث للوقت الحقيقي كخدمة تقنية يتم الآن العمل عليها، وقد تصل إلى يعني منصة الإنتاج من 2 إلى 5 سنوات وهكذا. فالهدف من عرضي هذا يعني هذا
منحنى هو أن أقول أن التقنيات الناشئة لها يعني مؤسسات معنية بمتابعتها ودراستها ونشر ما وصلت إليه ومنهم غارتنر. في نطشل ثاني أو في يعني في مكان ثاني، غارتنر عمل زي سيرفي شارك فيه حوالي 438 مؤسسة، وهذه ال 438 مؤسسة يعني في هذا السيرفي أو هذا الاستطلاع قرروا أنه من هالتقنيات الناشئة الكثيرة اللي هي حوالي 111 تقنية في يعني في المؤسسات، أين هم من ناحية التطبيق من عام 2020 ل 2022؟ فقسموا التقنيات أو مراحل التطبيق من الملاحظة من متابعة وملاحظة إلى في التخطيط إلى مرحلة عمل بايلوت أو يعني نسخة تجريبية من هذه التقنية إلى مرحلة الديبلويمنت. فهذه المراحل وقسموا التقنيات زي ما احنا شايفين مثلا في النتورك الشبكات في ستورج والداتا بيز التخزين وقواعد البيانات اي تي اوتوميشن مكننة عمليات الاي تي ديجيتال ورك بليس مكان العمل الرقمي السكيورتي الامان الكمبيوتر انفراستراكشر وبلاتفورم سيرفيسز البنيه التحتيه للحوسبه وال منصات وخدمات المنصات. فقسموها ويعني زي ما احنا شايفين انه يعني التقنيات الناشئه عددها ضخم او التقنيات يعني عددها ضخم وتطبيقها ما بيتم دفعه واحده، يعني لابد يكون في يعني تخطيط ويعني متابعه لها وعمل تجارب قبل قرار انه حنتبناها ويعني نتبناها ونطبقها في مؤسساتنا. وطبعا هون هذا الجراف بيظهر deployment risk، يعني كل تقنيه او نوع من انواع التقنيه له يعني ريسك فاليو محدده، احمر طبعا اعلى يعني خطر او ريسك، اصفر متوسط الخطر والاخضر قليل الخطر، بالاضافه لانه موضوع الفاليو او القيمه للمؤسسه بحجم الدائره، اذا كانت الدائره كبيره فحجم يعني القيمه كبيره للمؤسسه، اذا كانت الدائره صغيره فحجمها الدائره صغيره. فهدفي من عرض هذا المخطط ايضا اني اقول انه تبني التقنيات او التقنيات الناشئه يجب ان يتم بناء على خطه مدروسه من قبل المؤسسات وخاصه المؤسسات الاكاديميه التي عليها زي ما تكلمت أنا في ندوة التحول الرقمي ضغوط في موضوع الميزانيات وضغوط أيضا في موضوع أنه تقدم نماذج يعني تشغيل تؤدي إلى زيادة دخلها من يعني التعليم والأبحاث والخلاف. في هذه الليلة يعني سأتكلم بشكل يمكن مفصل بشكل عن بعض التقنيات الناشئة أو أهم التقنيات الناشئة يعني المشهورة زي ما يعني بيقولوا المشهورة. ليش مشهورة؟ لأن نسمع عنها كثير وقد يمكن نلاحظها أو يعني نراها في بعض يعني جوانب حياتنا، اللي من ضمنها إنترنت الأشياء، هذه إحدى التقنيات الناشئة باللغة الإنجليزية إنترنت أوف ثينجز، الأوجمنتد أند فيرتشوال رياليتي الواقع المعزز والواقع الافتراضي، البيج داتا والبي أي والبيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، بلوك تشين أو سلسلة الكتل، 3D برينتينج طباعة ثلاثية الأبعاد، روبوتات روبوتكس او روبوتس وتشات بوتس
تشات بوت اللي هو المجيب الآلي، أنا ترجمته كلمة المجيب الآلي، وأخيرا الطائرات المسيرة أو الدرونز. فهذه هي أشهر يعني التقنيات الناشئة في عام 2021. سأتكلم بإسهاب عن بعضها زي ما ذكرت في مقدمة المحتوى. أبدأ في البلوكتشين، ثم سأعرج على الـ Artificial Intelligence من سلسلة كتل الذكاء الصناعي، ثم المجيب الآلي، ثم أظن الواقع المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد. هذه الأجزاء يعني هذه التقنيات اللي سأتكلم عنها في فيما يلي من السلايدات، وقد أعرج أيضا على إنترنت الأشياء في يعني في شريحة واحدة طبعا، وتطبيقاتها في التعليم العالي. نبدأ بالبلوكتشين، ويمكن جميعنا سمع بالبلوكتشين وسمع بالبيتكوين. البلوكتشين أول ما استخدمت استخدمت كعملة رقمية، وكان يعني أنشأها ساتوشي أو اسمه، استخدمها لإنشاء العملة الرقمية البيتكوين. وجميعنا بيعرف قصة البيتكوين والبيتكوين وين صارت أيامها. اليوم سعر البيتكوين يمكن $50,000 للبيتكوين الواحدة. فإحدى استخدامات أو أشهر استخدام للبلوكتشين هو العملات الرقمية، ولكن العملات الرقمية ليست الاستخدام الوحيد للبلوكتشين، حيث في استخدامات في عدة مجالات، ومن ضمنها التعليم، في ضمنها مجال النقل مثلا بلوكتشين اي تي بابليك ترانسبورت، في مجال الصحه اللي هو السجل يعني سجل المريض الصحي منذ الولاده حتى الشيخوخه، ممكن يعني برضو قد يستخدم في مجال العقار، ملكيه العقار، و يعني موضوع يعني السجل العقاري و يعني شراء وبيع العقار وتسجيله عن طريق البلوكتشين. هذه استخدامات أخرى في يعني صناعات مختلفة، وأيضا في التعليم له صناعات. أنا كأني تلخبطت معلش. وحتى في التعليم له يعني استخدامات أخرى، مثلا في يعني في فكرة أو في يعني أنظمة مثل blockchain based LMS، نظام تعليم او تعلم الكتروني مبني على البلوك تشين، يضمن لل يعني يخدم عده يعني فاعلين في العمليه التعليميه، من ضمنهم المؤسسه الاكاديميه، من ضمنهم اصحاب المهن في الشركات، ومن ضمنهم طبعا الاساتذه، واهم يعني فاعل في العملية التعليمية هو الطالب، أيضا يستفيد من هذه التقنية، بحيث يتم يعني استخدام تقنية البلوكتشين لحفظ ما يسمى بال credentials أو ما حصل عليه الطالب من شهادات، أو ما حصل عليه أيضا من مهارات أو سكيلز، بالإضافة لأمور أخرى مهمة، من ضمنها لو كان عمل مثلا بحث أو بحوث ما نتج عنه البحث، سواء كانت دراسة بحثية أو حتى حفظ براءة الاختراع لو نتج البحث عنه براءة اختراع. ويقوم الشركات ب يعني توظيف الطلاب لكونهم وضعوا ما يسمى بالوظائف المتاحة في هذه التقنية في البلوكتشين، والجامعات تقوم بتهيئة الطلبة للحصول على المهارات والجدارات التي يحتاجها هذه الوظائف. هذه فكرة يعني جميلة، وتقنية البلوكتشين قد تدعم تنفيذها في المؤسسات التعليمية. هذا أحد الاستخدامات. استخدامات أخرى ممكنة للبلوكتشين في المكتبات، وهذه أنا يمكن عرض هذه يعني هذه الشريحة
في ندوة لي عن تقنية البلوكتشين وتطبيقاتها في المكتبات في العام الماضي. فكأفكار أنا يعني إلى الآن لم أجد أي تطبيق يعني تقنية البلوكتشين في المكتبات، ولكن كأفكار يمكن استخدام تقنية البلوكتشين لتنمية المجموعات والتزويد الرقمي، يعني بناء يعني نظام يدعم عملية تنمية المجموعات والتزويد الرقمي في المؤسسات، يضمن للناشر حقوقه ويضمن للمستهلك أيضا حقوقه من شراء المواد التي سيثري في بها مكتبه. دعم المجموعات الرقمية أيضا، المجموعات الرقمية حاليا يمكن أكثر المجموعات يعني عرضة للسرقة، إذا وضعت في يعني تطبيق بلوكتشين قد تحمي هذه التقنية حقوق ملكية المجموعات الرقمية يعني عبر الإنترنت. أيضا موضوع حماية الحقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق بيع المواد المنشورة رقميا إحدى التطبيقات التي قد تدعمها تطبيقات البلوكتشين. أيضا مركز بيانات وصية محسن للبيانات الديمقراطية والأوراق البحثية فكرة أخرى قد تطبق باستخدام تقنية البلوكتشين. أيضا أخيرا وليس آخرا دعم الإعارة بين المكتبات يعني كفكرة يمكن أيضا أن تطبق باستخدام تقنية البلوكتشين. في تطبيقات أخرى قد يعني تدعمها البلوكتشين، ولكن الآن إحنا لأنه في صدد الكلام عن عدة تقنيات يعني أتكلم عن التقنيات الأخرى، والآن سنعرج على تقنية الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حقيقة يمكن هو من أكثر التقنيات التي في يوجد تطبيقات لها في مجال التعليم، من ضمنها مثلا تطبيق الذكاء الاصطناعي في أنظمة التعلم الإلكتروني، أو أنظمة إدارة بيانات الطلبة، أو أنظمة أيضا ما يسمى بمتابعة تقدم الطالب أو student success أو نجاح الطالب في المؤسسة التعليمية. فبعض الفوائد باستخدام تقنية artificial intelligence machine learning deep learning انه اتاحه التعلم في مثلا في اي وقت للمتعلم، او التعلم المتكيف بسموه احنا adaptive learning، حيث انه يمكن باستخدام التقنيه يعني مراقبه اداء الطالب، وبناء على يعني هذه المعطيات يتم توجيه الطالب الى الماده التعليميه المناسبه لمستواه. فإذا كان طالب متميز وسريع التعلم لا ينتظر باقي زملائه في نفس الصف لتعلم مواضيع أخرى أو تعلم مواضيع أكثر يعني تقدما في نفس المادة. فهذه التقنية تساعد الطالب على يعني تعلم بسرعة إذا كان هو متميز وقادم التعلم بسرعة. وأيضا في نفس الوقت تساعد التقنية الطلاب الذين ليس يعني لديهم نفس كمية يعني استيعاب الطالب الذكي بأنه يعرجوهم على معارف أو مهارات يمكن كانوا فقدوها، واتضح من خلال عملية التعليم وعملية التقييم التي تتم خلال التعلم الإلكتروني أنها تنقصهم، فيتم يعني توجيههم إلى إعادة دراسة هذه المعارف أو المهارات حتى يستطيعوا أو الجدارة حتى يستطيعوا يعني يكملوا في تعلم المادة التي يدرسوها. موضوع المرشد الافتراضي، والمرشد الافتراضي هو لا يغني عن المرشد يعني البشري، ولكن يساعد الطالب في انه
يتخطى بعض الصعاب في سواء كانت موضوعات متعلقة بال يعني التقدم في الدراسة، مثل يعني حمل عدد الساعات، أمور متعلقة أيضا ب في بعض الجامعات أيضا اللي هي يعني بتكون مدفوعة، تحلم النفقات، عمل جدول ل يعني المواد والساعات المعتمدة للطالب بحسب إمكانياته. هذه أفكار كلها قد يستطيع المرشد الافتراضي أو الفيرتشوال منتور أن يساعد فيها الطالب بناء على وضعه يعني التعليمي ووضعه الاجتماعي أيضا والمادي. أيضا فوائد المدرسة والأساتذة، موضوع التخصيص، تخصيص البيئة التعليمية بحسب يعني طبيعة كل طالب. تكلمنا عن الأدابتيف ليرنينج، هذه مشابهة لها، وأيضا ممكن تخصيص البيئة التعليمية بحسب الأساتذة ونوع وموضوع المادة التعليمية. فمواد مثلا لها علاقة بالمواد العلمية، مواد ستيم، ساينس، تكنولوجي، انجلش، ماث، قد يختلف طبيعة تقديمها عن مواد أدبية، فيتم تخصيص البيئة التعليمية لكل نوع من أنواع المواد بناء على النوع على طبيعتها، تسمح بأنه يكون في انخراط عميق من قبل المدرسة والإدارة أو الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية، بحيث أنه يكون في مثلا اليرتس ونوتيفيكيشنز توصل للإدارة أو المدرس عن طلاب متأخرين أو الذين لا يؤدون بشكل جيد، بالإضافة لموضوع التحليل التنبؤي أو predictive analytics اللي بيساعد أيضا الإدارة العليا في الجامعة على تخطيط لتقديم البرامج أو إزالتها أو تعديلها بناء على أداء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. بالإضافة مساعدة في تكوين المنهج، أيضا الذكاء الاصطناعي هذه الأيام، أنا سمعت عن يعني أدوات وتطبيقات تساعد على التأليف، أيضا تأليف المادة سواء كانت علمية أو غير علمية، ولكن طبعا تحتاج إلى يعني القائم عليها لمراجعتها وتنقيحها، بحيث تكون كل يعني فيها العامل البشري وليست كمبيوترية بحتة. أيضا إجابة من هو الأستاذ المميز أو الأساتذة المميزين أو الأعضاء هيئة التدريس المميزين، ويعني وإعطائهم يعني حقهم في العملية التعليمية. أيضا يساعد يعني تطبيقات الذكاء الصناعي على هذا الأمر، بالإضافة لعمليات أخرى يعني تساعد على يعني تجويد العملية التعليمية، من ضمنها أمور متعلقة بمساعدة المؤسسات الأكاديمية الحصول على الأكريديتيشن المناسب، اللي هو الاعتماد الأكاديمي المناسب سواء كان من مؤسسات الاعتماد المحلية أو العالمية. الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية يعني موضوع ضخم جدا، ومثال على هذا شركة IBM عندها يعني جهاز أو يعني تطبيق سموه واتسون. طبعا واتسون على اسم المخترع المشهور واتسون اللي اخترع الإضاءة أو اللمبة. فواتسون في اي بي ام يساعد مو بس المؤسسات الأكاديمية والشركات أيضا على عمل البحوث، فهو يعني كمبيوتر وتطبيق يستقبل عدد ضخم من البيانات أو المعلومات ويقوم بتحليلها، وبناء على هذا التحليل يستطيع أن يتنبأ ماذا سيكون في يعني مثلا
أحد التطبيقات اللي أنا بعرفه واتسون سواها هو في موضوع في أبحاث السرطان خاصة أو الطب البشري في السرطان. المعلوم إنه كل مريض في السرطان بغض النظر عن نوع السرطان علاجه لا يشابه علاج أي شخص آخر. تقريبا كل مريض، خاصة العلاج الكيميائي، كل مريض لابد أن يكون له خطة علاجية محددة. قام واتسون بدراسة آلاف الحالات، وتم يعني تغذيته بتحليلات وبيانات، والأدوية التي قامت يعني المستشفيات أو الأطباء بإعطائها لهذه الحالات، ونتيجة هذه الحالات سواء كانت يعني إيجابية أم سلبية، يعني تم الشفاء من هذا المرض. قام واتسون الآن يعني بمساعدة الأطباء على وصف الخطة العلاجية المناسبة للمرضى الجدد، بمجرد وضع بعض البيانات من ضمنها بيانات التحليل وبيانات تشخيص لكل مريض. هذه إحدى التطبيقات. طبعا في مواضيع الريسيرش أو البحث العلمي ضخم جدا، في أي بحث علمي لابد من يعني توفر الذكاء الصناعي. واتسون يساعد المؤسسات الأكاديمية على إتمام هذه البحوث. الذكاء الصناعي أيضا يعني نعرج على المجيب الآلي أو الشات بوت، وجميعنا يمكن الآن شاهد أو يعني صادف مجيب آلي أو تشات بوت في حياته. حتى الشركات اللي هي بتخدم قطاع مثلا قطاع البريد أو تسليم الطرود عندها خدمة تشات بوت على حتى من خلال الواتساب. والتشات بوت أو المجيب الآلي معني بتقنيات محددة، ألا وهي Natural Language Processing، معالجة اللغات الطبيعية، أو Natural Language Understanding أو فهم اللغات الطبيعية، ومن ضمنها أيضا Speech Voice Recognition، التعرف على الحديث والصوت، ومن ضمنها أيضا أمور متعلقة ب نسميها باللغة الإنجليزية entity and intent extraction. الانتيتي هي يعني معرفة المعني بالحديث، من هو المعني بالحديث سواء كان شخص أو شيء، والانتنت المقصود من الحديث. فعندما يعني يتم يعني مخاطبة المجيب الآلي، جميع هذه التقنيات بناء على يعني artificial intelligence و تعلم الآلة، يقوم بتحليل الكلام سواء كان كلام منطوق أو مكتوب، ويفهم ماذا يريد المتحدث، ويقوم به يعني خدمته سواء كان جلب بيانات أو في بعض التطبيقات الآن حنعرج عليها. زي ما شايفين هذه الصورة يعني بتعطي ب يعني بإن يعني بعدد الهائل من الشركات اللي بتوفر إما يعني أنظمة بتدعم المجيب الآلي، أو أدوات بتدعم تكامل المجيب الآلي مع الأنظمة الأخرى. وحتى الآن في يعني في فيسبوك موجود في مجيب آلي، في واتساب في مجيب آلي، في سلاك، في عدة تطبيقات يعني احنا نستخدمها بشكل يومي موجود المجيب الآلي. في التعليم يعني في أفكار استخدام المجيب الآلي، إما مثلا مساندة الطلاب وزوار موقع الجامعة للحصول على المعلومات أكثر عن الجامعة والبرامج التعليمية والدرجات العلمية التي تمنحها وأقسامها وهيكلها. يعني ما يضطر الزائر موقع الجامعة للتقلب بين صفحات الموقع، لا، من خلال التحدث مع المجيب الآلي يسأل عن الموضوع الذي يريده، المجيب الآلي يعني يعطي المعلومة بشكل مباشر. الرد على استفسارات الطلاب حول مواعيد المحاضرات مثلا، الاختبارات، تسليم الدرجات وتسليم الواجبات وغيرها.
تصحيح الواجبات أيضاً، يعني ممكن يجيب الآن إنه يستلم التكليف أو الواجب المطلوب من الطالب ويقوم بتصحيحه آلياً. طبعاً تصحيحه آلياً ليس لأنه بشر، لا، يتم إرساله مثلاً إلى نظام يعني يشوف هل الإجابات صحيحة أم لا، أو إذا كان نص يتم يعني إرساله إلى خدمات منع الانتحال آلية أيضا، إذا كان هو هل هو ناسخ من الإنترنت أو لا، وتطلع النتيجة تبين كم هذا الطالب يعني كتب من هذا النص بشكل أصيل أو خلاف. في فكرة مساندة ومساعدة الطلاب في العمليات الإدارية كالقبول والتسجيل وحذف المواد أو إضافتها أو الاعتذار أو تسجيل الغياب بعذر أو خلافه، أيضا المجيب الآلي يستطيع أن يساعد الطلاب في عمل هذه الأمور. فهو يعني واجهة أخرى لتطبيقات الجامعة، المجيب الآلي نفسه بإمكانه أنه يتكامل مع التطبيقات الأساسية في الجامعة مثل نظام بيانات الطلبة، التسجيل والقبول، أو نظام التعلم الإلكتروني، ومن خلال التكامل هذا وإمكاناته اللي تكلمت عنها أنه يحلل ويفهم ما هو المراد من الطلب سواء كان منطوق أو مكتوب، فيدعم الطالب في هذه. ايضا الدعم الفني للطلاب، الدعم الفني بمعنى انه بدل ما يكون في دعم يعني شخص في تقنيه المعلومات الدعم الفني، لا، المجيب الالي يستطيع ان يدعم الطلبه واعضاء هيئه التدريس والموظفين في الجامعه لعمليات من ضمنها مثلا انشاء حساب بريد الكتروني او اعاده تعيين كلمه السر او يعني من هذه الامور. أخيرا وليس آخرا، مساعدة الطلاب في البحث عن مصادر المعلومات وإعداد البحوث. وهذا بيقودني أيضا إلى أن المجيب الآلي في استخدامات يعني أخرى في 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 مكتبة الجامعة. ففي يعني واحد التطبيقات في منصة مداد التي أنشأتها المنظمة العربية المتطورة، مساعد المكتب الافتراضي او اللايبراري فيرتشوال اسيستنت، واللي هو بيمكن مرتادي المكتبه حتى لو ما جاءوا بنفسهم من خلال المجيب الالي انه يقدم الخدمات، تقدم المكتبه على مدار الساعه دون كلل او ملل، واجابه على الاسئله المتكرره والمساعده في عمل البحث في مصادر المعلومات وخلافه، بالاضافه لمثلا معرفه معلومات معينه مثلا سياسات الإعارة، هل لدي غرامات، ما هي المواد التي استعرتها، يعني تاريخ الإرجاع المفروض أرجع في كتب لو أنا استعرتها وخلاف. فهذه استخدامات للمجيب الآلي في المكتبات وخاصة المكتبات يعني الجامعية. إنترنت الأشياء يعني وإنترنت الأشياء لها يعني استخدامات عديدة في 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 الحرم الجامعي. الحرم الجامعي اليوم سمارت بيلدينجز، يعني نسمع عن المباني الذكية، وفي حاجة جديدة أو موجودة وفي لها يعني تطبيقات وخدمات يسموها سمارت كامبس، وهذه قد أيضا يعني تدخل في كل شيء في الجامعة بما فيها مثلا غرفة يعني قاعة المحاضرات بما فيها الفصل الفعلي بما فيها المعامل يعني المعامل أو المختبرات بما فيها أيضا أدوات تقديم المحاضرات، عرض المحاضرات، السبورة الذكية وخلافه. فهذا أحد التطبيقات، أو هناك تطبيقات عديدة في الحرم الجامعي لإنترنت الأشياء، وهذه بتساعد أيضا الجامعة على يعني ترشيد النفقات في إنترنت الأشياء، إن كان يعني الجامعة يعني تراقب وتجدول استهلاك الطاقة مثلا في المباني، يعني إطفاء مثلا إطفاء الإنارة في أوقات لا يستخدم فيها المبنى أو الغرفة وخلافه. عدة تطبيقات ممكن للمؤسسة الأكاديمية أو الجامعة
استفادة منها في موضوع إنترنت الأشياء في الحرم الجامعي. نعرج على الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهذه يعني بدأت تنتشر بشكل كبير، كما هي في يعني في الصناعة، يمكن أيضا في التعليم. ففي الصف يعني إن كان الطلبة يطبعوا النماذج لبعض التجارب التي يقومون فيها، سواء كانت يعني مواد أحياء مثلا، أو جسم الإنسان، طلاب الهندسة، نماذج التصاميم، الطبوغرافيا في الجغرافيا وخلافه، هندسة الميكانيك، تصاميم لبعض المحركات كانوا يطبعوها ويركبوها ويشوفوها على أرض الواقع من خلال طباعة ثلاثية الأبعاد. هذه بعض التطبيقات التي يعني أو تستخدم في طباعة ثلاثية الأبعاد في الصف. زي ما احنا شايفين أيضا طباعة ثلاثية الأبعاد تطورت، وصار في إمكانية أنه يعني يتم طباعة ليس فقط بروتوتايب، ليس فقط نموذج، ولكن قد يكون شيء فعلي. فبإمكان يعني الطلبة يعني طباعة زي ما احنا شايفين ستراكشر كامل، أو حتى خريطة كاملة، أو مجسم كامل، أو حتى يعني نموذج لقلب كامل يستفيد منه الطلبة في دراستهم. تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، واحنا نتكلم عن ثلاث يعني أمور مختلفة، وهي جميعها متشابهة ولكن مختلفة في التفاصيل. فالفيرتشوال رياليتي أو الواقع الافتراضي بيئة رقمية بالكامل، وهي تجربة اصطناعية مغلقة بالكامل بدون أي إحساس بالعالم الحقيقي. فالفيرتشوال رياليتي هي يعني تقنيات يعني تجعل الواقع افتراضيا، يعني تحول الواقع الى افتراضي، وال يعني الشخص بامكانه انه ينغمس فيها عن طريق لبس ادوات او النظر الى شاشه ثلاثيه الابعاد وخلافه. الاوجمنتد رياليتي او الواقع المعزز هو يعني دمج الواقع الافتراضي بالواقع الحقيقي، بمعنى انه يتم تركيب المادة الرقمية من خلال أدوات ودمجها بالواقع الافتراضي. فمثلا يمكن النظر إلى طاولة ووضع مثلا مجسم لمحرك طائر على هذه الطاولة والتفاعل معه من خلال الأدوات الأخرى. فهذه هي مسمى الواقع المعزز، أو حتى إن كان من خلال جوال أو حتى نظارات، يعني إذا كان أحد موجود في معمل كانوا يتفاعل مع الأدوات في المعمل افتراضيا. فمثلا قبل ما يسوي تجربة كيميائية بإمكانه يسويها افتراضيا باستخدام الواقع المعزز، ويشوف النتيجة إذا أضاف كمية معينة كيف تكون النتيجة قبل ما يطبقها فعليا ويؤدي عملها إلى يعني حادث لا سمح الله. الميكست رياليتي وهي يعني حقيقة يتشابك الحقيقي الافتراضي فيها، ويتم التفاعل من البيئة المادية والافتراضية والتلاعب بينهما. يعني هي قد تشابه الأوجمنتد رياليتي، ولكنها أيضا أحد أنواع الواقع أو الافتراضي. الذي أنا هون يمكن يعني في تطبيقات في التعليم الواقع الافتراضي، ممكن يعني بناء مختبرات كاملة بجميع أنواعها بشكل افتراضي. يعني ما نضطر نبني مختبر فعلي، لا نبنيه بشكل افتراضي، ويتم يعني عمل التجارب كاملة من خلال يعني virtual reality أو الأوجمنتد رياليتي. مادة التشريح في كليات الطب أيضا الآن في يعني عدة تطبيقات للأناتومي وجسم الإنسان، كيفية يعني التشريح بدون اضطرار إلى
عمل تسريح على الجثث، أو حتى هي في البداية تتم العملية على الواقع الافتراضي، ثم ينتقل الطلاب إلى الجثث الحقيقية بعد أن يمارسوا العملية مئات المرات على في الواقع الافتراضي دون التأثير يعني على الجثة، أو بناء محتوى تفاعلي مخصص. محتوى تفاعلي مخصص في الواقع الافتراضي ممكن المواد التعليمية خاصة العلمية ممكن تحويلها بشكل كامل إلى يعني فيرتشوال رياليتي. وأنا يمكن حورجيكم مثال تشوفوه يعني لواقع افتراضي. هذا فيديو شركة نسيج ل يعني أساعدكم تروه ثم نتكلم عنه. كنا تكلمنا عن يعني التقنيات الناشئة، وشفنا الفيديو مؤخرا عن الواقع الافتراضي وبعض يعني تطبيقات الواقع الافتراضي. طبعا يعني كل يعني شيء له تحدي في التطبيق، وبعض التحديات اللي يعني أنا حبيت أذكرها في تطبيق التقنيات الناشئة في التعليم أجملتها يعني في هذه النقاط.
قبل ما ننهي ونبدأ النقاش، منها أن التقنية الناشئة ما أدى عدم توفر الوقت الكافي لتطوير تطبيقات كثيرة. يعني زي ما شفنا إحنا بعض التطبيقات الناشئة تحتاج من 5 إلى 10 سنين حتى يعني تستوي أو تصبح في مرحلة الإنتاج. بعضها صح قليلة يعني عمر وصولها مرحلة الإنتاج قليل، ولكن معظمها يعني يحتاج إلى وقت للتطبيق. دعم جدي لمؤسسات العامة في مجال التعليم للتطبيقات الناشئة. يعني أنا أظن لابد من إدراج يعني فرص لعمل بحوث لتطبيق التطبيقات الناشئة في التعليم، حتى يعني يتعزز تطبيق التطبيقات الناشئة في التعليم. صح التكلفة عالية لبعض التطبيقات، وهذا يمكن يؤدي إلى عزوف عن تبنيها أو تطبيقها في التعليم سواء كان التعليم العام أو التعليم العالي. بحوث الدراسات زي ما قلت أنا يعني قليل جدا، فلا بد يعني من دعم عمليات بحوث دراسات التقنيات الناشئة في مجال التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وأيضا توليد أفكار جديدة للمعادلات الرقمية في مجال التعليم. يعني إحنا لا يخلو الموضوع من تطوير ويعني ابتكار ودعم الابتكار يعني في العملية التعليمية، من ضمنها تطوير تقنيات ناشئة. يعني لابد من يعني تبني في مؤسسات التعليم العالي، وهي جزء أيضا أصيل من موضوع التحول الرقمي اللي ذكرته في بداية المحاضرة. يعني بهذا أنا يمكن أكون قد أنهيت كلامي، ونفتح المجال للمناقشة وطرح بعض الأفكار إذا كان في أفكار عند المشاركين. الدكتور عبد الله تفضل. شكرا مهندس أسامة، والعرض كالعادة تميز ومثير للتساؤلات والأفكار ومحفز على الإبداع. يعني هو معاهدته يعني في كل ما تقدم من ادوات علميه معنا في الاكاديميه، فاشكرك. ويمكن استهل فتح باب التساؤلات. انا برضو زي ما اتفقنا في بدايه الندوه ان التساؤلات ممكن تكتب في الكيو اند اي او في الشات. وبالفعل عبد الله بس لو تسمح لي بعجاله، انت يمكن ذكرت في اول المحاضره، هو موضوع مش متعلق بموضوع المحاضره، ولكن جاءني انا يعني تنبيه انه معظم المشاركين يسألون عن هل يوجد رابط حضور، أين رابط الحضور، رابط الحضور، لا يوجد رابط حضور، كيف تأخذ شهادة حضور. فهذه التساؤلات كثيرة موجودة، فجاني التنبيه أنا أنه هل الناس ما قادرة تحضر، ولا حضور يعني تحضير في الندوة حتى يحصلوا على الشهادة. مش عارف. يمكن دي دائما من الاستهلالات اللي الواحد دايما بيضعها، ولكن بعض الناس تدخل متاخره وبتاع. دائما في اكاديميات مسيح الحضور اللي هو الاتندنج، يعني مجرد ما بتصلك شهاده معتمده، وبنحاول طبعا المحتوى طبعا بالاتفاق وعشان الكوبي رايت مع المتحدث ان احنا بنرفع المحتوى سواء كان فيديو او المحتوى نفسه على موقع اكاديميه مسيح. بعض المنصات بتتطلب ان الشخص يكتب اسمه بالكامل وجهته كده حتى يتم تحضيره، انجاز التعبير يعني تعمله اتندنج لي. في احنا بالنسبه لنا بالفعل من يسجل ثم يحضر، وليس يسجل فقط، يحضر فعل يتم اعطائه شهاده. اذا الحضور يقصد به انه شارك بالفعل في الندوه، وليس بدون يعني كتب سؤال، ولكن لا يعني حضر الندوه بيبان لنا من سجل ومن بالفعل حضر. الشهادات يعني حضر يعني دخل معنا في الندوه الان، مشارك هو موجود من ضمن الحضور. ما في تحضير، يعني ما فيش تحضير. لا بالفعل ليس هناك طلب لان هو يحضر نفسه ويكتب اسمه، هو مجرد خلاص مجرد دخوله دخل. هو نعم بالضبط. شكرا للتنويه. لازم نسوي تقنيه تعمل الكلام ده. تقنيه موجوده بعدها، فالحمد لله اوتوماتيكلي بتتم مباشره. أعود مرة أخرى وأجدد الشكر لك مهندس أسامة، وأستهل فتح باب التساؤلات بسؤال من عندياتي، يعني حول مرئياتك لاستراتيجيات وآليات
توطين التقنيات الناشئه في مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي وفي الدول العربيه، وهل هي تختلف عن نظيرتها في الولايات المتحده واوروبا والدول الغربيه بشكل عام؟ خاصه لو تذكر كما تحدثنا سويا يعني قبل بدء الندوه عن ان الحاضن البيئي لتلك التقنيات يمثل عاملا فارقا، وان البدء مبكرا في تبني تلك التقنيات ليس بالضروره هو خطوه ايجابيه في كل الاحوال، احيانا انك تبدا مبكرا ليس لديك الاستعدادات، فجلب التقنيه او نقلها قد يثير عبئا على ان انت لم تمهد هذا الحاضن. فيعني انلايتمنت او اطلاله من جانبك مهندس اسامه على هذا الجانب في طلب الاستراتيجيات الخاصه بالتوطين والمياه. تفضل مهندس. طبعا انا يعني احنا انا ما بحب دائما اتكلم بتشاؤم، انا بشوف انه في يعني حراك واعد لدعم الابتكار وتبني التقنيات الناشئه في العالم العربي. ويمكن اذكر كوني انا موجود في المملكه العربيه السعوديه، الرؤيه 2030 في يعني في يعني في محور اصيل او يعني في برنامج اصيل من برامجها اللي هو التحول الرقمي، واللي هي مبنيه على اساسا على تبني التقنيات الناشئه ودعم تبني التقنيات الناشئه وتوطينها ايضا في المملكه العربيه السعوديه. ففي في يعني في حراك وفي يعني مشاريع قائمه في عالمنا العربي لدعم الابتكار وتبني التقنيات الناشئه، ولكن لكل يعني برنامج او مشروع او امل لابد من التخطيط. والتخطيط انا زي ما وريت في السلايد الثاني، يمكن بعد الهايب، بعد السايكل هايب، بعد منحنى غارتنر، المراحل ثلاثه او اربعه: مونيتورينج، بلانينج، امبلمنتيشن يعني او بايلوتينج، بعدين امبلمنتيشن بعد ما يتحقق انه التقنيه مناسبه لي ولا لا. فالتخطيط الجيد اولا، ويعني وضع ايضا ميزانيات خاصه للابتكار وتبني التقنيات، هذه مهم جدا. شكرا مهندس اسامه. التساؤل بقى هنا ممكن اعتبره ابيتايزر او يعني فتحت شيء، هل التعلم عن بعد هو التعليم المستقبلي؟ ده سؤال من الاستاذ زياد خليل. تفضل مهندس اسامه. لا، هو التعلم عن بعد هو نمط من انماط التعليم، وليس هو يعني هو حالي يعني مش مستقبلي. مستقبلي يمكن يكون حاجه ثانيه. اليوم التعلم عن بعد صار واقع، واحنا لنا سنتين عايشين فيه، تقريبا سنه ونص عايشين فيه التعلم عن بعد والعمل عن بعد وعن بعد بسبب الجائحه. لا، التعلم عن بعد واقع واحنا عايشينه. يمكن مستقبلا التعلم يصير اكثر يعني استقلاليه، اوتونومس، مش تعلم عن بعد، اوتونومس ليرنينج، معنى انه قد تقنيات توفر للمتعلم انه يتعلم مع نفسه كده، وزي ما قلنا في مرشد افتراضي يبقى في برضه مرشد اكاديمي افتراضي وبروفيسور افتراضي يعني بروفيسور يعني وكده يعلم طلبة وارد او روبوت. يعني التعليم يعني له يعني واعد في التقنية والتعليم في المستقبل، في يعني افكار واعدة. نعم. في تساؤل يمكن برضه انا بحاول ليس بضروره الترتيب بقدر ما يكون الارتباط ما بين الاسئله، مرتبط بفكره ما ينبغي او الامور يجب مراعاتها قبل اللجوء الى استخدام هذه التقنيات الناشئه، هل في محاذير، هل في بيسموه بريبريشن او استعدادات لهذا الجانب؟ يمكن جاوبت انا قبل شوي على الموضوع انه اول حاجه التخطيط، يعني في النهايه انت مش كل تقنيه ناشئه لازم تتبناها. اول حاجه شوف انت ايش لك حاجه، هل في مشكله، يعني التخطيط دائما انت بتحدد عندك ايش هي التحديات او المشاكل اللي بتواجهك وطريقه حلها، اذا كانت طريقه حلها باستخدام تقنيات ناشئه فلي لا.
أو إذا عندك تطلعات للتطوير أو يعني اللي هو موضوع التحول الرقمي اللي قلناه، فالمحاذير إنك تخطط صح لتبني التقنية وما تقدم عليها بدون ما يكون في حاجة، سواء كان لحل مشكلة أو ل يعني تطلع إلى تطوير معين. شكرا مسامة. الأستاذة هالة أو العيلة بتقول كيف يمكن، يمكن مرتبط بنفس الفكرة، كيف يمكن مواجهة التحديات التي تقابل التقنيات الحديثة في التعليم لما لها من أهمية عظمى في إكساب المتعلمين العديد من المهارات؟ يمكن أنا تكلمت كمان عن التحديات اللي تواجه التعليم في محاضرة تفضل. التحول الرقمي. يمكن عبرت أنا على أنه بعض التطبيقات تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق أهدافها، سواء كان مثلا موضوع الحصول على الاعتماد الأكاديمي أو تطوير برامج تعليمية مناسبة للصناعة أو لسوق العمل. أمور عدة يعني التقنيات الناشئة هو تطبيقها، التطبيقات غير محدودة، وتوليد أفكار لتطبيقات تساعد يعني مؤسسات التعليم العالي على يعني تخطي التحديات أكيد يعني متاح ومطلوب حاليا. يعني أنا يمكن يعني تسألني وأنا تساءلت أيضا زيها إنه هل في أفكار جديدة يمكن تبنيها لاستخدام التقنيات الناشئة لحل مشكلات في التعليم أو دعم العملية التعليمية ككل. نعم. في تساؤل آخر لدينا مرتبط بالمصادر، طبعا خاصة في مجال توظيف التقنيات الناشئة في الإعارة ومثلا آثار جمان، أستاذ أو الأستاذة جمانة، مراجع زي كده. أنا بتصور يعني كثير من الفهارس أونلاين حوالين موضوع دي كده وجوجل، ولكن برضو اتفضل أستاذ أسامة لو في لا مصادر انت موثوقة نفس الكلام، للحصول عليها. اتفضل. يعني هو المصادر الموثوقه دائما هي في طور الابحاث، معظمها في طور الابحاث، صحيح. وبعضها يعني موجود ك يعني خدمات او يعني تقنيات مفتوحه المصدر ممكن الرجوع اليها، ولكن معظم المصادر زي ما تفضلت دكتور موجود في قواعد المعلومات العلميه المعروفه، ويعني في بعضها موجود بدون يعني مجاني وفي بعضها لا غير مجاني. ممتاز. انا بس يمكن اذا سمحت لي مهندس اسامه في يمكن تعقيب بس جاي على احدى التقنيات اللي طرحتها، يمكن من يعني من واقع الاهتمام الشخصي ليها، فكره اللي هي المجيب الالي وبرداشه على تشات بوت. يعني انا بتصور لان في يمكن بعض السبب مرتبطه بيه ان احنا نعمل ويبينار حواليها، وده طبعا يساعدنا، وخاصه اذا في بالفعل في جهد من جانب نسيج في هذا الجانب من خلال مداد بي ال اي وأظن او أحسن من حيعمل الويبينار هذا هو أنت يا دكتور يعني انا اهتمام فيه بالفعل بسبب الجانب التطوير الخاص بي. نعم. ويمكن انا بس انجاز ان احنا ندي برضو اطلاله في هذه الجزئيه. انا بتصور يمكن اكبر ميزتين، لان التقنيه في حد ذاتها تكاد تكون شائعه في الجامعه، ولكن اكبر ميزتين انجاز ان احنا نقول ان احنا بنعكس عليهم ونهتم بيهم، هي فكر الميزه الخاصه بانسنه او اطفاء الطابع الانساني او الهيومانيتايزيشن على المجيب الالي او الدردشه، وده سواء من خلال استخدام اللغه الطبيعيه او من خلال المفردات المستخدمه او صيغ الاجابات او البدائل المختلفه للاسئله وتسلسلها والرد ناهينا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، يعني في التعرف على سلوك وسمات واهتمامات المستفيد. يعني بمرور الوقت والعمل على تطوير اليه التعلم البرمجيه او الروبوت في التساؤلات، فهو بيستطيع يوصل لمرحله لاحقا ان هو يتوقع نمط وسمات واهتمامات استفسار خاص مستفيد. ده يمكن الجانب الاول من الميزه اللي في المجيب الالي. الجانب الاخر هو فكره توفير الوقت، وانا بصور دي ابرز ميزه. يعني لو احنا المجيب الالي بديل عن الاسك لايبرين او اللي هو الاستفسارات، ما اعتقدش ان كده هيكون ليه قيمه. قيمته في انه بيوفر الوقت من خلال ان هو بالفعل سواء كان وقت المستفيد او وقت مسؤول المكتبه او مسؤول الجهه اللي بيتم وضع الشات بوت فيها، عن طريق تفويض المجيب الالي في الاجابه عن الاسئله المتكرره عاليه التردد، والقيام بالمهام صحيح. الروتينيه زي ما تفضل المهندس اسامه فيما يتعلق بالتصويت الالي للام اس كيو او اللي هي البابل شيت،
فدي حاجات آلية مفيش جانب تقييمي ليها، ومع ذلك بيتبقى فكرة التاتش أو اللمسات الإنسانية فيما يتعلق بمراجعة الإجابات، إثرائها، تطويرها، إعادة الصياغات إلى آخره. وأنا بتصور يعني جهدي الشخصي أو رؤيتي أن الشات بوت أقرب بما يسمى بالكليرنج هاوس أو المركز المقاصة، يعني تستطيع أن تأخذ منه ويثرئ بقدر ما توضع فيه، ليس ككم ولكن أيضا كمحتوى فيه. أعتذر عن الإطالة، لكن بس حبيت أثري هذه الجزيرة من كثير من الناس. سعد، وأشكرك مهندس سام على إضافة ممتازة، يعني بارك الله فيك، ويمكن توفير الوقت وتوفير أيضا يعني الـ human resources. المجيب الآلي ممكن يجاوب على 100 واحد بنفس الوقت، صحيح. ما يضطر نعين 100 واحد يجاوبوا على 100 واحد في نفس الوقت، يعني متاح طبعا 24/7 يعني الامور هذه. بارك الله فيك. فانا يعني الاستاذه خوله كده احنا يمكن اجبنا على التساؤل بتاعها، وان شاء الله نرتب طبعا ب ويبنار مركز في ده. سؤال هنا خاص بفكره الوقت والتكلفه العاليه للتقنيات خاصه بي. يمكن معلش برضه هتكلم عن تجربه شخصيه في هذه الجزئيه، يمكن بدأت أفكر التعاطي مع تقنية الواقع التخيلي من 1996، كتبت مقال على تطبيقاتها، كان في الفترة دي يعني زي بالظبط نقلة نوعية جدا. الناس بتتكلم على بلوف، بتتكلم على فكرة اللي احنا شفناه واقع فعلي الآن في 2021، كان في ساعتها نمط من الترف والرفاهة التقنية، ولكن أصبح جزء ومكون رئيس في منظومة التعليم. ساعتها كانت التكلفة بتقدر بآلاف الدولارات، وكانت بتقال تقيت عليها، وده نوع انا بتصور في الوقت الفعلي اللي احنا بنعيشه ليس بالتكلفه التي ممكن ان تعطل النقله النوعيه والتطور في منظومه التعليم المعتمد على هذه التقنيه. اطلاله اخرى من عند حضرتك يا مهندس اسامه في هذه الجزئيه، لان فكره التكلفه انا بتصور مصطلح نسبي مقابل ريتيرن اوف انفستمنت او عائد الاستثمار اللي سوف يبث فيه او يعني يصرف في هذا الباب. تفضل مهندس اسامه. طبيعي، يعني التقنيات الناشئة أظن أنه في بعضها يعني حسب الجارتنر بتأبير، يعني ما بيكمل، يعني في أفكار بتطرح كتقنية ناشئة وبيبدأ العمل عليها، العمل البحثي الابتكاري ثم التطبيق الأول المبدئي، و يعني التوقعات منها بتزيد، وبعدين لما توضع في يعني على المحك كتجربة بيتضح انه لا، ما هي مناسبة ويتم التخلي عنها. ولكن هذا يعني هذا جزء من يعني ضريبة الابتكار. انت ما ممكن كل الأفكار تنتج يعني تقنية قابلة للتطبيق في التقنية يعني. ولكن الاستثمار في هذا المجال أيضا يجب أن يكون مدروس، يعني والريتين انفستمنت إذا تم يعني فعلا يعني إثبات أن التقنية ستساعد وتحل مشاكل يعني تساعد على تنمية مصادر الدخل وخلافه، سيتم تبنيها بشكل كبير، فالاستثمار نفسه حيعود بشكل أكبر. يعني هو صح في استثمار، فبيكون في موازنة بين الاستثمار والعائد من الاستثمار في تبني التقنيات أو حتى تطويرها. شكرا مهندس أسامة. في تساؤل خاص ب يعني مزيد من المعرفة حول استخدام تطبيق الواقع المفترض في المادة العلمية للعلوم التطبيقية كتخصص كيمياء، وإيه هل لديك يعني ترشيح لتطبيق معين ممكن أن يستخدم في هذا السياق؟ هو غالبا في تطبيقات جاهزة، أنا أظن في الكيمياء، أنا أعرف في خلينا نقول في كواقع افتراضي يعني أو 3D objects في مادة الكيمياء، يعني مثلا في الكيمياء العضوية او اورجانيك كيمستري، بنعرف انه احنا التركيبات الذرات وال لكل عنصر او لكل ماده لها شكل معين، فمن خلال الواقع الافتراضي بامكان
الطالب أو حتى عضو أو المدرس أو المحاضر يعيد تشكيل بعض الذرات كربون وهيدروجين وأكسجين بتمثيل مادة كيميائية عضوية معينة أو تشكيلها بشكل مش بس مرسوم على في الكراسة أو ثنائي الأبعاد، لا بل ثلاثي الأبعاد، ممكن يتفاعل يعمل التفاعل ويتم كسر الروابط وإنتاج الطاقة. يعني هذه الأمور موجودة وفي كذا تطبيق في هذا المجال موجود. نعم ممتاز، شكرا منذ أسامة. يمكن استكمالا لفكرة طلب التوجيه أو الإرشاد فيما يتعلق بالتطبيقات، هل هناك مثلا يعني حقيبة تدريبية أو تدريسية حتى كمان توظف هذه التقنيات؟ يمكن ده أتصور الأستاذ محمد يمكن الباك جراوند الخاص به جانب أكاديمي، فبالتالي يسأل هل ممكن نوجهه لحقيبة تدريبية أو تدريسية باكج كاملة يستخدمها؟ يعني احنا اذا كنا نتكلم عن الواقع الافتراضي، يعني ممكن عمل حقيبة تدريبية او تدريسية كاملة باستخدام تطوير محتوى بشكل افتراضي، زي ما شفنا بالفيديو كان في اخر، يعني في اخر لقطات كان في صورة او فيديو لعملية لحام الالياف الضوئية. الالياف الضوئية عبارة عن لحام في جهاز بتدرب عليه يعني المستفيد، والمادة العلمية ممكن أيضا تضاف للفيديو، يعني هو مش بس فيديو، ممكن مادة علمية برضو سواء كانت نص أو يعني منطوق يتعلم منه الطالب، فممكن تصميم مادة علمية كاملة بهذه التقنيات. نعم شكرا أسامة، ويمكن بس بنوه برضو مرة أخرى كسنة وعهد تلمية نسيج أن التساؤلات دائما تكتب، المداخلات إلى حد كبير رأينا من خبراتنا الفترة الأخيرة بتستهلك وقت كثير من الضيوف، فأنا يعني مش بعتذر بقدر ما بأوضح لكل من هو يعني بيريز هيزان عشان المداخلة إن إحنا بنقبل كل التساؤلات كتابة، خاصة عندنا يعني فيض من التساؤلات للمهندس أسامة، فكل ما كانت مكتوبة بنحاول نجمعها بشكل معين، وده بيدي مساحة أكبر للرد على الأسئلة، وفي نفس الوقت حتى نلتزم بالوقت الذي نخصصه لهذا الوقت. تساؤل آخر مرتبط بالإبداع، وكيف ترى أن تقنيات الإنشاء من الممكن أن تساعد على دعم الأفكار الإبداعية الواعدة في مجال التعليم؟ وطبيعي أنا زي ما قلت جزء كمان أصيل من التحول الرقمي هو المستوى الخامس، هو الإبداع. يعني في التحول الرقمي تبني التقنيات الناشئة في موضوع الإتاحة في البداية، التطبيق بشكل أوسع، بعدين المرحلة الأخيرة اللي هي الإبداع، والإبداع يتم يعني تطبيق التقنيات الناشئة في أي محور من محاور التحول الرقمي. فهي يعني جزء، يعني مش جزء، هي الأساس حقيقة في الإبداع هو تبني التقنيات الناشئة. نعم ممتاز، يمكن الأستاذ حسين برضو في نفس الاتجاه بيقول كيف نساعد مجتمعنا بالتكيف مع طرق التعليم المستقبلية المعتمدة على هذه التقنيات. وحقيقة يعني معظم التقنيات الناشئة يتم يعني في النهاية إذا كانت هي للاستخدام الجمهور، سواء كان طلبة، أعضاء هيئة التدريس، آباء، أساتذة، يعني يتم في النهاية تبسيطها للاستخدام. يعني هو وعلى العموم التمكين أو التدريب على استخدام التقنيات شيء مهم، وممكن يعني عمل أيضا باستخدام التقنيات الناشئة من ضمنها مثلا سوشيال ميديا، أوغمينتد رياليتي أو فيرتشوال رياليتي، زي مثلا السكند لايف لمساعدة الناس على التعلم، يعني اللي بيعرف يعلم اللي ما بيعرف وزي هيك. ففي يعني في يعني في عدة أفكار لتسهيل تبني التقنيات الناشئة إذا تم تبنيها يعني على شكل واسع، من ضمنها التمكين والتدريب. صحيح. صحيح، شكرا. بنوه مره اخرى يمكن على اساس ان في ما شاء الله عدد كبير جدا من الحضور،
ودي يمكن استاذ سعيد المصري كلمات نسيج يعني ممكن نحطها في الاد او التنويه او الاعلان عن الندوات، ان الحضور يعني من يحضر ويشارك في الندوه وقد تم تحضيره، لا يوجد رابط للتحضير عشان بس الناس تهتم اكثر بالمحتوى ولا تقلق فيما يتعلق بالتحضير زي ما حضرتك مهندسه اشار ليه. فمجرد حضورك ندوه بيتم اخذ الاسم الذي دخلت به مباشره وعمل الشهادات والمحتوى الى اخره. سؤال مهم جدا اتصور مهندس سامة فيما يتعلق بالكوبي رايت او حقوق المؤلف واللايسنس او التراخيص او الجزء الخاص بنسبه المحتوى لصاحبه في استخدام هذه التقنيات، كيف تراه مقارنه به؟ طبعا عارفين احنا الكوبي رايت في الاطار التقليدي للكتب والى اخره. في هذه البيئه التي تحتضن هذه التقنيات، خاصه اشرت الى السكند لايف او الحياه الثانيه وتطبيقاتها كبيئه ثلاثيه الابعاد، كيف يتم اداره وكيف يتم مراعاه وكيف يتم حفظ حقوق اصحاب المحتوى في هذا السياق؟ تفضل. وحقيقه في موضوع يعني الحقوق الرقميه ديجيتال رايتس مانجمنت، انا ذكرت الموضوع هذا في تطبيقات للبلوك تشين، يعني كتطبيق محتمل للبلوك تشين، بالإضافة لموضوع بلوك تشين فيها ميزة هي أنه هي آمنة جدا لا يمكن اختراقها، يعني وضع سيكوريتي عوامل أمن على المادة الرقمية بحيث لا يمكن الاستفادة منها إلا بالحصول على المفتاح أو الكي، وهذا يتم بشكل تلقائي في البلوك تشين. كانت زمان المادة الرقمية تحمى بمفتاح ولكن يمكن اختراقه. حاليا في البلوك تشين لا يمكن اختراقها، لا يمكن اختراقها لانه الهاش تبعها يعني او يسموه التشفير او خوارزميه التشفير بتطلع يعني هاش او نص طويل جدا، يعني نتكلم عن يمكن مئات الأحرف حتى يستطيع الواحد يخترقها، ولا يمكن اختراقها إلا بكمبيوتر باور كبير. فهذه التقنية حتساعد أنا متأكد 100% على حفظ الحقوق وخاصة حقوق المؤلف للمواد الرقمية. شكرا مهندس سامة. يمكن في تساؤل مطروح حاليا خاص ب الطريقة التي يمكن أن تتخذها مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بالاستثمار على مستوى المؤسسة ككل وليس في مثلا المكتبة فقط أو في التدريس أو كده، يعني تبقى لها إطار شامل على مستوى المؤسسة. فهل في طريقة أخرى ممكن تساعد في نجاح هذه التقنيات في إثراء العملية التعليمية؟ كنا أتصور حضرتك أشرت ليها في العرض، ولكن نضعها بشكل اقرب ما يكون الى روشتة او توصيات. يعني بالنسبه للتوصيات انا يمكن ذكرت وبعيد الذكر انه اي مؤسسه نعم اكاديميه استاذ احمد عمر يعني حريص ان هو يعيد طرحها بشكل مكثف، يعني هي لابد انه وضع في استراتيجيات المؤسسات التعليميه، والاستراتيجيات التخطيط الاستراتيجي جزء اصيل منه أن يكون في تخطيط لتبني تقنيات المعلومات، وحتى اللي هو يعني مدير تقنية المعلومات في المؤسسات الأكاديمية ليس فقط، وأنا ذكرت هذا يمكن بالسابق في موضوع التحول الرقمي، ليس مجرد موفر لخدمات وأدوات، لا هو لازم يكون من ضمن مجلس الجامعة للتخطيط لتبني هذه التقنيات، لانه تبني هذه التقنيات سيعود يعني بالنفع على المؤسسات الاكاديميه سواء بالتوفير او بتوليد مصادر للدخل ايضا. فهذا موضوع لازم يكون من ضمن الخطه الاستراتيجيه، وضع مشاريع وميزانيات لتبنيها وتطويرها اذا كان في التطوير حتى يعود عليها بالنفع. ويمكن بياكد معنا مثلا جوان يقول ينبغي ان تكون ضمن سياسه المؤسسه وتوفير البنيه الاساس او الانفراستراكشر دي. الوقت يراهمنا وكما عودنا الحضور نلتزم بالاطار الزمني حتى يكون كل شخص
اهتماماته وترتيباته على مستوى اليوم، فبنلتزم بهذا الجانب. ونشكرك مهندس أسامة، دائما متجدد فيما تقدمه من موضوعات، معمق فيما تعرضه من أفكار، ومثير للتساؤلات فيما تقدمه من محتوى. فأشكرك مرة أخرى، ودائما وأبدا ننتظر منك محاضرات تالية. أعرف أنها تأخذ منك الكثير من الوقت في التحضير، ولكن يعني عزاؤنا أن هذا يعود بالنفع على كل الحضور، وعلي على المستوى الشخصي، على كل من يعني يطلع. شكرا مرة أخرى، ونعتذر لجميع من طرح تساؤلات. أعرف أن كثير من التساؤلات، ولكن نستطيع أن نتلقيها عبر الإيميل، والحمد لله دائما بنجيب عنها في كل حد، وبنوافي المتحدثين بها وننقل الإجابات لها. ندعوكم دائما لحضور ندوات أكاديمية نسيج، ونشكر لكم المشاركات. والكلمة الأخيرة لك صاحب البيت وليس الضيف العزيز مهندس أسامة، تفضل. البيت عامر بأصحابه. شكرا لك دكتور، شكرا يعني الأخوة الحضور، وشكرا لجميع الذين يعني طرحوا أسئلة، وأرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة عليها. وإلى اللقاء آخر إن شاء الله في ندوة أخرى ثرية كعادتها أكاديمية نسيج في المستقبل القريب. شكرا. شكرا مهندس أسامة، و السلام عليكم. لكم في رعاية الله دائما على خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. مع السلامة. مع السلامة.